جذوري الثقافية وبداياتي الثقافية هي اللي كانت تشعرني بالانتماء العربي اللي كان يجمع بين يافا بفلسطين وعمان بالأردن وبيروت بلبنان. كان عمري 3-4 سنين، كنت أوقف على الشباك فجأة يعدوا يمرقوا تحت الشباك مجموعة مجاهدين، كان وقتها عملية تقسيم فلسطين. الياس شو كان بالفرقة؟ كان هو مديرها، يعني المدير الإداري تبعها. هيدا سليم. أيوة قبل ما يشيب. أنا رأيي أنه حتى لو ما كنا أخوة، لو كنا منعرف بعض بس وذوقنا الموسيقي هو الموجود، كنا صرنا مثل الأخوة.